السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انت لست مطالبا بالتمسك بمن تخلى عنك مرة واثنتين لتظهر له كم ان معدنك جميل اصيل. ان كان ثمة ما عليك ان تتعلمه فهو ان تتقن التخلي كما تتقن التمسك. لن يحبك أحد تكلفا، ولن يرغم روحه على شيء ليس يشعر به. لذلك وكما قال الشافعي: فدعه ولا تكثر عليه التأسف. لا تأسف ولا تنظر وراءك، وزن الأمور في موازينها، كل شيء بميزانه وكل شيء بقدره. يا صاحبي، لست أول من يفارق أو يفارق، فاجعل الفراق هينا على روحك وامضي.